السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم عندنا هاد الثوب كشمير ان شاء الله غنديروا به جلابه بالخراب. طلبا لبعض المتتبعات كيقولوها ليا انا حتى كومونتير ما كنفلتو، يعني كنقراهم كلهم واخا ما كنجاوبكش، راني دايرك في البال ديالي. نهار غيجي الجواب ديال السؤال ديالك رانا كنديرو. ها نتوما البنات، دابا غندير لكم جلابه بالخراط، وسيرتو ان دابا في البرد كيلبسوا الناس جلالب بالخراط ورجعوا ليهم، اصلا رجعوا الجلالب ديال الخراط، كيجيو مع لي بوط رائعين وكيجيو بلديين هماويين غزالين ما شاء الله، وسيرتو الا كانوا مطروزين والخدمه ديالهم زوينه. دابا غنبداو كما كتشوفوا، انا شديت الثوب وطويتو على الطول ديالي، الطول ديالو ها نتوما الطول ديالو، وخديت هنا ها نتوما هذا الخلف وهذا الامام، يعني عطاني في العرض ديالو 37 سنتيم، 37 سنتيم. والسيده عندها اكبر قياس هنايا هو لي هونش، كنعدو اكبر قياس هو لي هونش، هذا 116، يعني عندها 33 سنتيم في لي هونش ديالها. مزيانه الجلابه غادي تجيها، ما مزيراش عليها. دونك غادي نبداو في الصال ديالنا، غادي ناخذو 8 سنتيم ديال لوغلي اللي هادي من الحاشيه، هانتوما تيبان لكم كلشي. وغادي ناخذو الطول ديالنا اللي هو متر و 43 سنتيم، ها هو متر و 43 سنتيم. غناخذو الكتاف اللي هي عندها 42 سنتيم، كنقسموها على 2، شحال كتعطينا؟ 21 سنتيم زائد 2 سنتيم كتعطينا 23 سنتيم. دائما هاد الجلالب المخزنيين كتزيدو فيهم 2 سنتيم، علاش؟ باش الكتاف ماشي يكون اكزاكت على العظمة ديال الكتاف، كيكون هابط واحد شوية وماشي جبليين، يعني بينو وبين غير هابطة واحد شوية، يعني كتعطيني 23 سنتيم. ثلاثة وعشرين سنتيم، كنهبطو بثلاثة سنتيم، وكناخدو الكول ديالنا اللي هو تسعود وجوج سنتيم ديال الخلف، وهنايا الأمام كنديرو 11 سنتيم طبعا لأنها جلاب. عاد كنهبطو بالخط ديال الكتاف ديالنا. دابا حنا غنمشيو من الجهة الأخرى، غنشوفو القطعة. القطعة دائما كنديرو فيها 8 سنتيم زائد واحد ديال الخياطة، هي 9 سنتيم، يعني إلا عبرنا هنايا هي 9 سنتيم. هاد 9 سنتيم خاصها تمشي حتى الآخر. كاين حالات في هاد الجلابة، هاد الجلابة سميتو اللي بالخرا، كاين اللي كيشد الخرطة كيبداها ب 9 سنتيم وكي إيفازيها، يعني غادي وكيتسعها، وكاين اللي كيشد الخرطة كتمشي نيشان 9 سنتيم حتى الآخر وكيفازي العرض ديال الجلابة، يعني الأمام ديال الجلابة والخلف. دابا هاد الحالة حنا غنشدو الخرطة نيشان لأن فيها واحد الطرزة، ملي كتكون الطرزة ما كنبغوش مثلا الطرزة غتكون الوسط، حنا غادي حتى الجناب ما غاديش تكون، ما غاديش تكون لسباس مثلا بين الطرزة الفوق قليل والطرزة لتحت كتير. دونك غادي ناخدو نفس القياس حنايا، هاهو 9 سنتيم 9 سنتيم، يعني غادي نديرو المسطرة لهاد الخرطة هانتوما البنات. دابا حنا بحال حيدنا الخرطة، غادي نجيو نهبطو هنايا. السيدة عندها التركيز ديالها 26 سنتيم، غادي نديرو ليها يعني 26 سنتيم، راه كافية مزيانة في الهبطة نيشان، هاهي 26 سنتيم خديناها. دونك أشنو غادي نديرو؟ غنشوفو القياس ديال الصدر اللي بقى عندنا من الصدر ديالها. حنا حيدنا 8 سنتيم، والسيدة عندها 108 سنتيم دورة الصدر ديالها 108،
الا حيدنا منها 8 يعني المجموع الا قسمنا دورة الصدر وزناها 4 سنتيم شحال كتعطينا؟ كتعطينا 31 سنتيم. 31 سنتيم الا حيدنا منها 8 سنتيم كتعطيني 23 سنتيم. دونك هاد 23 ها هي غنزيدو واحد ديال الخياطة هي 24 سنتيم وغنهبطو ديريكت حنا غنتفاداو الحزام وغنهبطو للحوض ديال السيدة. يعني من كنهبطو من الصدر كنهبطو ب 12 الحزام ومن الحزام كنهبطو ب 24 اذا هي 36 سنتيم. 36 سنتيم غادي نشوف جاتني يعني 116 دورة ديالها ديال الحزام الى قسمتها على 4 و 4 كتعطيك 33 سنتيم. 33 سنتيم الى حيدتي منها 8 كتعطيك 25 سنتيم زائد واحد ديال الخياطة هي 26 سنتيم. كما كتشوفوا البنات دابا غنمشيو هكا حتى نلاقيو الخط مع الخط ديال الخرطة. هكا وكنصيلو نقطة الكتاف مع النقطة ديال الصدر أفقية بحال هذا. هاد الخرطة كنديروها أفقية كما كتشوفو النقطة جات هنايا ولمشيت هكا غادي تجينا. أنا طلعت بواحد سنتيم هداك واحد سنتيم لأن الخرطة مني كتخيط من الفوق غادي تهز ليا من التحت دونك غادي ينقص ليا من الخياطه. وانا شاده العبار نيشان دونك كنزيد داك واحد سنتيم ديال الخياطه اللي غتخيط مع الكم الخرطه اللي كتخيط مع الكم. هاد الفكره هاد الجلابه انا غادي ندفعها للكمبيوتر وغندفعها للمعلم غتخيط بالرقيق ان شاء الله وغادي تشوفوها معايا طالعه. هانتوما البنات هذه هي كتشوفوا هي الجلابه ديالنا. دابا انا نشد هاد البلاصه ديال التركيز ديالي وغادي نترانيها بحال هكا. وكما كتعرفوا هانتوما كما كتعرفوا الكم كيركب هنا. دابا الكم كما كتعرفوا كيجي التركيز والكم غادي اوكي صغار بحال هكا بهذه الطريقه بحال هكا. دونك كنقص واحد سنتيم من هذا القنت هذا كنقص منه واحد سنتيم بحال هكا وكنمشي ازيرو. علاش؟ باش مني نركب الكم ديالي يجي مكان. غادي نحيد الكول ديال الامام ودابا غادي نمشي للكمين ديالي والقب. البنات غناخدو الكم ديالنا كنحيدو 3 سنتيم ديال الخياطه حيت تخيط المعلم وكناخدو الكم ديالنا هو 57 سنتيم. الا كنتي شديتي القياس ديال الكتف من عظمه الكتف حتى لعظمه الكتف وشديتي الكم من عظمه الكتف يعني تاكدي بانك غادي تنزلي تنزلي يعني تفكري بانك غادي تنزلي في الكتاف بجوج سنتيم دونك نقصي من الكم سنتيم باش يجيك ما يجيكش الكم طويل. دابا غناخذو التركيز ديالنا اللي هو 26 سنتيم
هكا وكنهبطو بخمسة سنتيم بحال جلابة الجبلية تماما وكنطلعو في الكم بهذه الطريقة. كنخلو هاد سنتيم او سنتيم ونص افقية. كناخدو راس الكم اللي هو 17 سنتيم، يعني هاد الجلابة جبلية كتبغي الكم شوية يكون عريض، وكناخدوه افقي بهاد الطريقة. الكم ها هو في الصنار، دابا غندوزو للقب. هانتوما البنات، دابا القب ديالنا بغينا نديرو كبير وبالشقه، يعني الخدمه ديال المعلم وتكون مزيانه. ها نتوما غادي ناخذوا العرض ديالو هو هذا 30 سنتيم، كناخدو الطول ديالو، يعني نقدرو ناخدو فيه مثلا التوب كلو حتى 44 سنتيم، وغناخدو 25 سنتيم ديالنا اللي كنديرو دائما حيت الكول ما كيتغيرش. كنهبطو 12 ودابا كنصيلو لهاد النقط. هانتوما البنات الشقة غادي نحلو الطول ديال الكم، يعني ضروري تحل الطول ديال الكم. هانتوما البنات دائما مني ما كيقدكمش الثوب في القب ديروا هاد الطريقة، كتجي كيتلقاي جوج طرفة، أكيد غتلقايهم. حيت حنا شايط عندنا الثوب، بغاتو السيدة شي غرض آخر قالت لي إلا بقى لبيسها، ولكن حتى حنا ما بغيناش نضيعو الثوب، وأصلا هاد القب كيجي بلدي. وستو حنا عندنا الجلابة دابا راها بلدية، هانتوما القبة البنات، هانتوما الشقة كيفاش كتكون. كيجي القب كيتلقى من هاد الجهه، كي كنعرفو دائما تتلقى من هاد الجهه، والشقه كتكون هنا. هانتو شي القب كيف داير، يعني الخدمه ديال المعلم غتجي في هاد الشقه. دائما ملي ما كتلقاوش طرف كبير وكيكونوا عندكم جوج طروفه، يعني دقدوهم بحال هكا وديروا هاد القب، ضروري غيتخيط منها لا الراندا ولا المعلم بجوجو. دابا غادي نوريكم الجلابه كيف كتكون. هانتوما البنات بالنسبه للجلابه ديالنا، هذا هما الخلف والامام، وهاد الكرانه اللي حطيت هنا كما قلت لكم هاد السنتيم اللي نقصت من هنايا، شوفوا كيفاش كيكون. حيت لكم غادي هانتوما هادكم هذيك 5 سنتيم اللي نقصت من لكم باش يجي الكتاف مقادين، هانتوما الكتاف مقادين مع لكم ديالي، وميم طون هاد السنتيم اللي نقص شوفوا لكم غادي يجي هكا، دونك غادي ينقصوا منه بحال هكا، ياك هاد المسافة.
والقب كما عرفتوه راه ضروري غادي نخدموه. ان شاء الله حنا غادي نطرزو جلابه من هذه الخرطه وغنطرزوها من راسكم وغنخدموها بخدمه المعلم الرقيقه، وضروري غنوريها لكم في اخر الفيديو. كنتمنى هذا الدرس يعجبكم وتستفدوا منه، والى الدرس القادم ان شاء الله.